الحرائق في العراق تهديد مزمن لأرواح العراقيين وممتلكاتهم، فقد سجلت وزارة الداخلية بحسب مصادر أكثر من 7000 حريق في فترة 3 أشهر، وبغداد العاصمة في مقدمة مدن العراق تعرضا للحرائق، إذ تسجل فيها 40% من حرائق البلاد، والأكثر دموية ما خلفه حريق مشفى ابن الخطيب من خسائر بشرية. القضية مركبة طبعا، قسم من عدها يعود بالفعل إلى فقدان وسائل الأمان والرقابة والوقاية، فضلا عن البنى التحتية المتهالكة أصلا، العديد من المباني الحكومية القديمة التي لا توفر فيها شروط السلامة والأمان، من المستشفيات إلى مباني الحكومة إلى غيرها. وقسم آخر يتعلق بأحيانا تصفية حسابات بعض الحرائق مقصودة، يعني لماذا يحترق مثلا طابق معين بالذات من بناية معينة، هذا الطابق قد يحتوي عقود معينة. دور المؤسسة نفسها هي تعرف اللي القصور اللي عندها وين، يعني لازم تتجدد منظومة الإطفاء، لازم يتحدث عليها، يتعدل عليها، شنو الشيء اللي يحتاج انه يكون بآلية الرش بالمي، شنو الشيء اللي لازم يكون بآلية استخدام الغازات الثقيلة اللي هي حتى تخمد الحريق بعزل النار عن الأكسجين، يعني هاي كلها تفاصيل مدى يتم مراعاتها. وتهدد الحرائق القطاع الزراعي العراقي الذي يعاني بالفعل من ضائقة شديدة، والدفاع المدني ترد على غياب المروحيات لإطفاء الحرائق إلى قلة التخصيصات المالية، رغم تعرض مناطق زراعة الحنطة والشعير لحرائق متكررة سنويا تلتهم مساحات واسعة في مختلف مناطق العراق. طائرات الإطفاء موضوعها مهم، وتستخدم هي حقيقة للغابات ولحقول الزرع بما فيها محصولي الحنطة والشعير، ونحن نأمل حقيقة في مديرية الدفاع المدني العراقي أن يكون هناك طائرات إطفاء، ولكن مثل ما تعرفين البلد منذ 2014 مر بحالة من التقشف، فلا نستطيع في الوقت الحاضر حقيقة تأمين هذه الطائرات. الأولوية عندنا في تحقيق أو توفير سيارات الأطفاء الحديثة ومعدات الأطفاء الحديثة. يمكن لمزيج من مواد البناء الرخيصة القابلة للاشتعال والأسلاك الكهربائية سيئة التوصيل أن تحول شرارة بسهولة إلى جحيم في غضون دقائق. فوضى المباني والأزقة المكتظة أو انتشار المولدات الكهربائية المعرضة للحرارة الشديدة وضعف عمليات التفتيش على السلامة، كلها تشكل عوامل أساسية لتكرار اشتعال الحرائق المدمرة في العراق. ندى المرسومي من بغداد، التغيير.